فيش حد أحسن من حد. مستمعينا، أنا حبيت اليوم جيب لكم مثال حقيقي لصبية إجت على أمريكا، كانت مثلنا، يعني مثلنا كلياتنا، في ضعف باللغة، في ضعف من كافة النواحي، إنه ما بتعرف حدا، إنه يمكن ما كانت بتسوق، كانت يعني بتدرس غير شيء، ما بتستفاد منه هون، يعني الصراحة كانت مثلنا. جبت لكم مثال حقيقي. أما هلا هي صارت أم لطفلين، وهي زوجة ناجحة، وهي صاحبة مشروع ناجح جدا بأمريكا، وإضافة لكل ما سبق هي من حملت شهادة عند ماستر بإدارة الأعمال. هالصبية يمكن أغلب جروب سوريات بأمريكا بيعرفوها، زينة غاوي. مرحبا يا زينة. أهلا لما، كيفك؟ مرحبا زنزون، آسفين يعني هيك أخذنا من وقتك الصبح، وبعرف أنه أنت إنسانة مشغولة كتير، شكرا لوقتك يا زنزون. كيفك؟ كيف كان صباحك؟ الحمد لله الحمد لله، بجنن معكم، وكثير كثير كثير كل شيء حكيتي وفيتي كفيتي وفيتي مثل ما بيقولوا، وكثير كثير حلو الشيء اللي عم تعمليه. الله يسلمك ويخليكي بهالأمة. الله يسعدك يا رب يا زنزون. زين، انا اخترتك دونا عن الكل، لاني الصراحه بشوف فيكي مثال للمراه الناجحه المثابره يلي كانت وصلت لهون، يمكن يعني ضعفت مثل ما كلياتنا ضعفنا حتى لو كانت قويه ببلادها. زينة، انت هلا مثل ما ذكرت قبل شوي ام لطفلين، ما شاء الله، الله يخلي لك ياهن يا رب. انت كمان الحمد لله ما شاء الله زوجه ناجحه جدا، متزوجه من طبيب، يعني والاطباء هون يعني ما شاء الله ممكن يكون وضعهم مستقر نوعا ما، يمكن ما كنتي بحاجة للشغل. انت هلا عندك بزنس، سمول بزنس، انت بتسميه سمول بزنس بس انا الصراحة بشوفه شغل عظيم. انت بتغطي كل الولايات من خلال البزنس تبعك اللي هو سيراميك روز، انت بتعملي شوكولا، بتعملي سيفونيرات، بتعملي شموع، وبتغطي كل، حتى يعني ممكن زيني الأعراس، المواليد، الكنائس، كل شيء انت ممكن تغطيه من خلال زينتك وأناملك الحلوين. وأيضا انت طالبة جامعية. زينة، أنا حابة تحكي لنا عن تجربتك من البداية، أول ما وصلتي كيف كان شعورك، شو الصعوبات اللي تخطيتيها، وكيف وصلتي للي انت فيه اليوم؟ والله يا لما، أول ما وصلت بظن مثل كل الصبايا كان كتير 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 شيء صعب، وخصوصي إنه أنا وصلت لهون وبعد أسبوعين ما وصلت كان لازم بلش بالجامعة، فكان موضوع اللغة كان موضوع أساسي وكتير بالبداية كان صعب، مع إني أنا دارسة أدب إنجليزي بسوريا، بس مع هيك اللغة المحكية هون كان شيء صعب. يعني مرة أنا بقول فيني أقول إنه مرة فصل فصلين وثلاثة أنا ماني سألة ولا سؤال بالصف، فهذا الموضوع كان كتير بالنسبة لي كان بالبداية صعب. أوكي، كنت بجوز أقدر إنه أحس حالي إنه فيني أحكي، بس نفس الوقت كان الخوف كتير كبير. بظن معظم الصبايا بيمروا بهالشي، حتى اللي عندهم فكرة منيحة عن اللغة من قبل، يعني من وقت اللي بيكونوا بسوريا. يعني معناته عامل اللغة دائما بيكون موجود، يعني وملاقي صعوبة فيه، سواء للناس اللي أصلا كانت بتحكي إنجليزي أو للناس ما بتحكي. إذن هالمشكلة موجودة عنا كلياتنا، وخصوصا أنك أنت خريجة أدب إنجليزي. طيب زنزون، كيف بلشتي بشغلك؟ أحكي لنا هيك، أحكي لي كل شيء، خلي الصبايا يسمعوا. يا صدنا، البداية كانت بالشغل تبعي، أنا جيت لهون بال2008 وبعدين جبت ولادي ب 2009 و2010، فكانت أول البداية إنه بلشت أول شيء خطر لي إنه أعمل ضيافة لوقت خلقت بنتي ب 2010، فهي كانت أول شيء بلشت فيه. دورت وهيك فما لقيت شيء مثل ما نحن متعودين، شفتي بسوريا بيحبوا الأناقة وبيحبوا الرتاوة وبيحبوا هالأشياء، فما لقيت الشيء المناسب اللي أنا ببالي، فقلت ليش ما أنا بعمل. وهيك كانت البداية، عملت بالنسبة لبنتي أول شيء بهالضيافة، والحقيقة لفتت نظري يعني إنه هيك شغل إيد وشيء مميز وهيك. بعدين بلشت إنه شوي شوي أعمل لرفقاتي، كلهم الصبايا حبلوا جابوا أولاد وهيك، ويوم وقت يعملوا لهم بيبي شاور وكذا أنا تكون مساهمتي بموضوع الضيافة وموضوع الديكورات وهالأشياء، فهيك بلشت. بعدين صاروا العالم يسألوا إنه والله ليش ما بتعملي، ليش ما بتساوي هيك، فأنا صرت أقول إنه أنا ما بحب أترك أولادي، مثل بظن معظم الستات اللي بيجوا لهون ما عنا حد يساعدنا، فمنحس إنه واجبنا كأمهات إنه نضل جنب أولادنا. فكانت فكرتي إنه أنا أولويتي أولادي وأولويتي بيتي، بس نفس الوقت أنا بحس حالي إني أنا إنسانة إلي وجودي وإلي كياني، فمن هالمبدأ بلشت الفكرة إنه أنا ليش ما بشتغل هالشغل من البيت. مزبوط. زائد بالإضافة طبعا للدراسة اللي أنا كنت عم كفيها،
فهيك بلشت القصة بهالبساطة، يعني بلشت كهواية وشوي شوي كبرت، والحمد لله يعني لسات عم تكبر شوي شوي. وانتي لهلا بتدرسي جامعة مو زينة؟ اي نعم بدرس جامعة لساتني، يعني عم بعمل ماسترز، باقي لي سمسترين بخلص ان شاء الله. وبس الحقيقة يعني أنا بس بحب شجع الصبايا إنه ما يفكروا إنه أنا عم بعمل ماسترز أو كذا، هي الشيء الأساسي اللي أنا اشتغلت فيه. بصراحة أنا ما اشتغلت لا بشهادة الأدب الإنجليزي ولا بالماسترز اللي أنا عم بعملها هون، أكيد هي بتضيف لشخصيتي وبتضيف لشغلي، بس لحد هاي اللحظة أنا ما اشتغلت فيهم. إن كل شيء الشغل اللي أنا بشتغله هو أعمال يدوية للمناسبات، لأي مناسبة، إن كان تخرج، إن كان أعراس، إن كان ولادات، إن كان أي مناسبة. فدراستي حقيقة ما ساعدتني بموضوع شغلي. ومع هيك انت لساتك مستمرة بدراستك بالرغم انه يعني ما فادتك بشغلك، بس هذا الشيء ما بيعني ابدا ان البنت تتوقف عن يعني قطف، يعني تستغل انه هي بامريكا، صح ولا لا؟ بالضبط. هلا انا كثير بيشكوا العالم بيسالوني انه ليش بتكفي درس وكذا وانه عندك شغل وهيك. انا الحقيقه بحس انه الحمد لله يعني صارت لي هالفرصه اني انا ادرس، بجوز هالفرصه ما تكون متوفره لكل العالم، بس انا صار لي هالشيء، فليش لحتى اروحها من ايدي؟ فما بعرف يعني، بتضل مثل ما بيقولوا اهالينا انه الشهاده بتضل بجيبته للواحد، ما بيعرف ايمتى ممكن استعملها. هلا الحمد لله الله عاطيني الصحه، عم بقدر إن اشتغل شاء الله على وكذا، طول يا رب. بجوز ما بعرف بجوز بس اكبر شوي مثلا يصير لي شيء لا بعيد سمح الشر الله او بعيد الشر. اتضايق من شيء، ما بقدر اشتغل هالشغل اللي انا بشتغله، لانه هو كثير بيعتمد على الجهد، يعني جهد ايدي. فممكن بيوم من الايام اضطر استعملها، بس لحد هاي اللحظه بقول انه انا شغلي هو الاساس اللي انا بلشته من البيت بشيء بسيط، مزبوط. حتى بكلفة بسيطة يعني. زينة معناته بلشتي شغل، من شغل إيديكي بيحتاج لمجهودك 100% بأدوات بسيطة، ومع هيك كان عندك أطفال وكنتي مسجلة بالجامعة. يعني ممكن اللي بيسمع قصتك لو ما أنتي عم تحكيها يقول أنه مستحيل الإنسان يقدر يعمل كل هذا الشيء، بس أنتي قصص من قصص النجاحات الموجودة، وخصوصا يعني من الفئات الناس السوريين اللي جايين لهون محبطين أو يعني تاركين كل أملاكهم بسوريا. طب زينة بدي أسألك، هلأ أنت أول ما بلشتي هل فعلا فورا حصلتي على النجاحات؟ هل على طول وصلك هذا المدخول اللي أنت بترضي عنه؟ هل كانت بداياتك ناجحة؟ الحقيقة لا أبدا، أول البدايات يعني كانت ناجحة على المستوى البسيط، بس لنقول كعدد طلبيات أو مردود مادي هي كان كثير 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 شيء رمزي. حتى أنا كانت تمرق فترات، يمرق مثلا شهر وشهرين ما عندي طلبية أو طلبيتين. والحقيقة في فترات من الفترات كثير يئست إنه كيف أنا يعني عم بحاول وعم بجرب، بس ما كنت انه عم بنجح. الشيء اللي اعمله عم بنجح فيه، بس بنفس الوقت كان بدها يعني الفكره كان بدها اكثر ماركتينج، اكثر انه العالم تعرفني، وانا ما كنت عم بعرف شلون اعمل هالشيء. فهي الحقيقه هي البدايه، كانت البدايه كثير كثير صعبه. يعني انا اول بدايه بلشت بقول تمام. بال 2010، بنهايه 2010، بس عمليا عمليا انا ما اخذت طلبيه رسميه لنص ال 2012، يعني عمليا واو لبعد سنه ونص. وبعد السنه ونص ال 2012 انا ما فيني اقول انه انا انه دغري نزلت علي هالطلبات وكذا. هلا اخذت وقت كثير، يعني انا بقول من سنه ونص لهلا بقول انه انا اوكي صار عندي شغل بشكل مستمر ودائم، والا قبل هالشيء اخذت كثير وقت. يعني انا بقول اي شغل ما لازم الانسان ييأس فيه، بالعكس لازم يضل عم يسابر ويحاول انه يصر ويصمم انه لازم اوصل لازم اوصل. زينة يمكن انت بلشتي بالشموع، مو يعني انت هلا بتعملي شوكولا ولوزينة وهالقصص، ويعني بتعملي كل انواع الحلو للمخصص للضيافة والسيفونيرات، بس انت بلشتي بالشموع مزبوط وبعدين توسعتي. مزبوط، بلشت بزينة الشموع اللي هي انه كيف بزين الشمع، مثلا ممكن بشرايط، ممكن بورد، ممكن باكسسوارات. والحقيقة اول مشروع عملته كان بال2011، كان كتير مشروع بسيط وكان مردوده حتى كتير رمزي، لانه كان راجع لمؤسسة دينية. طب هل هالشي بيتطلب، اسفة على المقاطعة بس يعني هاي النقطة كتير مهمة، هالشي بيتطلب رأس أموال كبير أو يعني الحقيقة بالبداية ما كان بيتطلب، يعني أنا بدي أقول أول 3 سنين يعني، أو عفوا أول سنتين ما كان بيتطلب هالرأس المال الكبير، لأنه فيه الإنسان بلزو إنه يعمل أشياء من أشياء بسيطة ممكن تكون عندك متوفرة بالبيت، ممكن مزبوط. تستعملي شريط تواصلتك بلفة هدية تستعمليها تزيني فيها شغلة. هلا أنا عم بحكي بشكل عام إنه ممكن الأفكار تكون بالبداية تكون كتير بسيطة، هلا إيه ما صارت تتطلب مثلا مصاري أكثر، وقت اللي
بلش بدي طور أكثر، صرت بدي أعمل إشياء أكثر، فهون صرت مضطرة إني أنا أشتري أغراض أكثر، أشتري إكسسوارات أكثر، طور أكثر، فهون صرت مثلا بحاجة لشيء أكثر. بس بالبداية بالعكس بلشت بشيء كثير كثير رمزي، يعني أرقام كثير كثير مقبولة مستعمل، يعني ممكن توفر بأي بيت. تمام. طب زينة، كمان سؤالي لإلك، هل شغلك بيطلب، يعني هل برأيك أنت بما أنك خطي بهالمجال، مو بس شغلك، الشغل بشكل عام، هل يتطلب دعم الزوج؟ يعني هل هو شيء أساسي، أو إذا كان زوجك مثلا شايل إيده من القصة، هل هاد دليل أنه أنت مستحيل تنجحي؟ هلا انا الحقيقه شغلي بالذات بحاجه لايد تانية معي، بس انا بتصور انه في كتير كتير اشغال ممكن اي ست تقدر تعملها لحالها، خصوصي مثل ما ذكرتي حضرتك انه مثلا حتى شغله البريد اذا ما انا قدرانه تطلع فيهم يجوا ياخذوه من عندها. ف يعني انا لاقول لك وقت الكبر شغلي صرت بحاجه كتير اني انا حدا يساعدني شوي، بس انا بتخيل انه في كتير كتير اشغال وفي كتير كتير اعمال ممكن انه الست تقدر تعملها لحالها وتنجزها لحالها، وهي تقوي شخصيتها بحالها. يعني انا بضل مصره على فكره انه الشيء اللي انت بتحلمي فيه او بتحبي تعمليه هو من جواتك، اكيد اذا اجاكي دعم من برا هذا الشيء بي 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 بيقويك. بيعطيه شيء بيقوي، بالضبط بيقوي وبيعطيه شيء احلى. بس نفس الوقت مو انه اذا اجاكي شيء سلبي من برا انك انت يعني تنسي هيك تصير محبطه وتصير تبطلي تعملي. مزبوط. يعني انا بقول لك شغله انه الانسان لازم انه الشيء السلبي يحوله لشيء ايجابي ويستفيد منه. انا كثير ايام كانت تجيني اشياء سلبيه من برا انه والله زينه انه شو بدي بهالشغله ولا كذا. انا بالعكس كنت احس حالي انه لا انا بدي اعملها وانا بدي ضل مصره على هالشيء لحتى اوصل، والحمد لله يعني عم يكبر الحلم. الله، إن شاء الله يا رب توصلي على أكثر مما بتحلمي بكتير، ولكل مجتهد نصيب. زينة، شغلة، إذا صبية هلأ مثلاً اتحمست لكلامك وأهلت أنه النجاح ممكن، وأنا ممكن بعرف أطبخ، بعرف زين، بعرف أعمل كروشيه وما إلى ذلك، اتحمست للفكرة بس ما بتعرف كيف تروج عن حالها، برأيك يعني شو ممكن تعمل الشخص يلي بولاية فيها جالية عربية، أو يعني الشخص يلي مو بولاية فيها جالية عربية، شو أنت كيف روشتي عن حالك؟ احكي لنا تجربتك، وبركي إن شاء الله بتأثر بالصبايا. سوري بس ان ما شاء أدري الله مين عم يتصل. أوكي ما تفضلي. يهمك ان شاء الله. هلا انا الحقيقه يعني اذا بتصدقي او الصبايا بيصدقوا انه انا ببيع برات مشيغن اكثر بكثير من مشيغن. هلا مع وجود الجاليه العربيه بمشيغن والحمد لله عندي كثير زباين من هون، بس الشيء اللي بتصير برا هو اكثر بسبب انه الميديا هلا بهالايام، وخصوصا احنا هون بامريكا انه شيء كل شيء مفتوح، كل شيء انت صرتي فيك تحكي اللي بدك اياه عن طريق الفيسبوك او انستغرام او اي شيء. تعملي هلا بيج لحالك. بالبدايه مزبوط. بالضبط انا شغلي بلش من الصفحه اللي عملتها، وحتى رفيقتي عملت لي اياها مو انا اللي عملتها، كانت بال 2010 بظن عملتها بنص 2010، وكنت حط صور بسيطه اول ما بلشت اشتغل. بس الحقيقه اللي كثير صعب هو الفيسبوك بالدرجه الاولى، الانستغرام والميديا بشكل عام. هلا الكثير كثير مهم انه الوحده تحكي عن حالها، يعني انا العالم اللي حواليه هون في كثير منهم مثلا ما عندهم فيسبوك او ما بيتابعوا او اللي هو، مزبوط. فهدول العالم وصلت لهم عن طريقي انا، عن طريق اني انا احكي، انا ضل اعرف شو انا بعمل، ما حدا بيحكي عن شغلك يعني وانت شو عليكي ممكن تقدمي إلا احسن أنتي. منك. بالضبط. يعني انا اول شيء بصراحه انا كنت كثير كثير استحي وكثير اخجل لدرجه انه رفقاتي يقولوا هذا شغل زينه وانا استحي اقول انه هذا شغلي. ف يعني مضت سنه وسنتين وانا على هالحاله، يعني حتى بظن يعني بزمانات رفيقتي قالت لي ما بيصير، قالت لي هذا مو هوايه، العالم لازم تعرف انه هذا الشغل انت عم تعملي شيء حلو لازم العالم يشوفه، فانت بدك تعرفي عن حالك وانت تقولي شو بتعملي وشو بتساوي. فانا بنصح كل صبيه انه تحكي عن الشيء اللي بتعرف تعمله، تحكي تفرجي العالم شو بتحب تعمل، تاخذ صور تحط على الفيسبوك تحط على الانستغرام. يعني تختلط هل بهالبشر. مزبوط. يعني بالضبط تختلط. وبقول لك شغله، هلا انا بطبعي بحب العالم كثير، وعندي رفق هون بسنه عملت رفق بشكل خيالي ما بحب شاء الله. العالم. فمثل ما قلتي انه اذا قعدت وسكرت على حالي الباب انا ما بستفيد شيء، بالعكس عشرة العالم هي اللي بتشغلك. وصلت لناس هون حتى لو انا تحملتي بحياتي ما أذاهم يعني. بالضبط. طبعا طبعا. هلا يعني هي سلاح ذو حدين، يعني ممكن تسمعي كلمه تحسي حالك انه يا لطيف قديش مبسوطه، وبنفس الوقت ممكن تسمعي كلمه تحسي حالك انه
انه يعني نحن الانسان بالاخر قد ما كنتي انت واثقه بنفسك ممكن كلمه تحبطك، يعني تحسي حالك انه معقول مع حق معقول كذا، فهالشيء هذا مؤذي مثل ما قلتي. بس نفس الوقت انا كان لي شيء ايجابي انه انا صرت احس حالي انه لا انا بدي ساوي ولا انا بدي اعمل ولا بدي اصير واوصل. زينه، من شخص بيستنى بثلاث شهور الطلبيه لتوصله لشخص هلا صار يغطي كل الولايات المتحده الامريكيه بيشغله، زينه لوين وصلتي وشو قدم لك الشغل؟ وحكينا شوي عن شغلك. كل هالشغلات إليك المايك وإليك الهواء، تفضلي. حبيبة قلبي يا لما، أول شيء أنا بيشرفني كثير أني أنا كنت معك، مجرد أني أطلع معك هاي الوحدة نجاح بحد ذاته. يا حبيبة قلبي. أنا بس برجع بشجع وبقول أنه الوحدة تكون مصرة تصمم ما تيأس، والعمل الدؤوب والطموح، هذول الكلمات بجوز نحن كنا نسمعها هيك كلمات بجوز، بس كلمات هي لا، هي شيء أساسي لأي نجاح. بنصح انه كل انسان لازم يكون عنده طاقه ايجابيه، وحتى الشيء السلبي يحوله لشيء ايجابي. وبالدرجه الاولى سر نجاح اي انسان هو انه يشتغل الشيء اللي بحبه. انا الله هيك ساعدني اني انا نقي شيء بحبه واشتغل فيه، وان جوز اشتغلت شيء تاني اكون ناجحه فيه. بس الحمد لله الله دلني على الطريق المضبوط لحتى انجح بهالمجال هذا. ويعني كمان الشغله انه الانسان بيتعلم كثير من اخطائه. أنا بقول أنا غلطت كذا مرة، تمرق معي كثير أشياء أغلط فيها وأرجع أوقع وأرجع أقوم. وفي مقولة أنا كثير بحبها لنيلسون مانديلا الله يرحمه، إنه قمة النجاح ليست في عدم الإخفاق أو الفشل، بل في القيام بعد كل عثرة. حلو كتير. فما تيأسوا ما تيأسوا ما تيأسوا، بالعكس بعد كل وقعة بيجي شيء حلو. وثقوا بحالكم. وأنا صح صار لي 3 سنين بس لساته الحلم لساته بأوله، وبحس حالي إنه لسه عندي ببالي إشياء كتير كتير أشتغل عليها وطور نفسي وطور شغلي إن شاء الله. يعني الله ما بيضيع عمل من يعني أجر من أحسن عمل، هذا شيء أكيد. زين، طلب مني وصلني مسج طلب مني أني أسألك هذا السؤال، لو ما كنتي بالغربة هل قدرتي تحققي الشغلات يلي وصلتي لها لهلا؟ يعني يمكن أصدم من السؤال أنه هل أمريكا بتقدم لك فرصة بلادك مستحيل تقدم لك إياها؟ لا ما بتصور. على كل الأحوال أنا حتى ببلادي كنت أشتغل بمجال مختلف كمان، يعني عندي دراستي كنت درس كمبيوتر وكمان بنيت حالي من الصفر، اشتغلت 8 سنين هنيك ما شاء الله، وصرت يعني صرت على مستوى حمص لنقول إنه كنت بيعرفوني العالم، كنت درس كمبيوتر يعني وكذا برنامج، مو إنه برنامج واحد. فأنا بتصور لو كنت باقية بسوريا يعني هون بلشت بالصدفة لنقول إنه بلشت لأني اضطريت إني أنا بدي هالشي فبلش هالموضوع. بجوز بسوريا لو أنا كان مبلش هالشي معي وحبيت إني أنا كفي فيه، أنا بتخيل كان ممكن يطلع بإيدي. بالعكس حتى بسوريا في أشياء ممكن تكون متوفرة أكثر بكثير منا هي هون. أنا هون كثير بتعذب لحتى لاقي الإكسسوارات الصغيرة مثلا للشوكولا أو السوفينيرات أو هالأشياء. بسوريا كثير كثير متوفرة هالأشياء وبجوز بكم أكبر بكثير من هون. فأنا بتخيل إنه حتى بسوريا بجوز كان يكون السائلي بجوز كنا شاكر منها. ما معناته المرأة وين ما حطيتيها مثل الزبدية الصيني، إذا عندها شوية همة وإذا واثقة بحالها بتوصل أكيد. زينة بس قبل ما أختم معك حكينا عن سيراميك روز بليز، وشو الشغلات يلي بتقدميها، ويعني شو شغلك؟ شغلي أنا يعني بيسكلي على أشياء ديكورات وضيافات لجميع المناسبات، مكان أعراس تخرج أو حفلات أو أي ولادات، شو ما حدا بيحب ديكور أو ضيافة من سوفينير أو كوكيز أو كيك بوبس أو شوكولا أو كل هالأشياء أنا كلها هي متوفرة معي. وأنا بشتغل مع كل حدا بيجي لعندي، حتى لو شيء أنا ما أنا متوفر عندي أنا بحاول أني أنا أمنه للزبون أو للزبونة بشكل أنه ما يكونوا غير رضيانين. مثل ما حكيت لك نحن السوريين نحب الأناقة ونحب الرتاب هالأشياء، فأنا بحاول قد ما فيني أني أنا أمشي مع كل زبون وشو بيريد. يمكن سر نجاحك زنزون غير عزيمتك وإرادتك، يمكن سر نجاحك هو محبة الناس لإلك، هذا أكيد بيلعب دور، وتاني شغلة حبك لشغلك. زينة اللي بده يتواصل معك في أي أرقام، في بيج على الفيسبوك، في شو؟ طبعا في رقم تليفوني هو 248-250-118. لا عيدي بشويش أوكي 248-250-118. وصفحتي على الفيسبوك هي اسمها سيراميك روز كلمة واحدة، هي CERAMIC روز ROSE كلهم كلمة واحدة.
زينة والله مو دعاية لإلك نهائيا، لكن اللي بيفوتوا بيشوف الأعمال وبيقرأ الأسعار الصراحة بينصدم إنك يعني الأسعار أبدا ما عم تزيد مثل ما بلشتي، لساتك مستمرة، ويمكن يعني يمكن أنت ما تكوني عم تحصلي تعبك من هالشغل، بس برأيك هذا هو سبب النجاح إنه أسعارك مو غالية؟ بجوز يكون هو أحد الأسباب. يعني أنا بحاول إني أنا أقدم، هلا في أشياء مثلا في أشياء سعرها كثير معقول المفروض يكون افوردبل لاي حدا، وفي اشياء شوي اغلى، بس انا بحاول اني انا امشي مع كل بادجت وشو بيريد يعني. فانا بتخيل انه موضوع الاسعار كان عامل نوعا ما مؤثر، لانه يعني العالم مثل ما بتعرفي هون مصاريف وكذا واي شغله وهالاشياء هي صغيره صح، وبتقولي انه اي والله دولار دولارين، بس هالمجموع الكبير بتجمع. فبيجوز يكون انه موضوع السعر هو كان له دور كبير، انه الحمد لله اني وصلت لهون، وانه بيجوز كمان فكره انه بيمشي مع كل بادجت وشو بيريدوا العالم كمان، هي بتخيل كثير كثير له دور. اذا زينه بالمختصر المفيد، المراه قادره تكون ام وزوجه ناجحه، وقادره تكون خريجه جامعيه، وكمان قادره يكون عندها شغله الخاص. زينه انت مثال حي للنجاح، انا اصريت جدا ويعني لاخذ هالموعد منك، لانه فعلا انت شيء يشرف وممكن تكوني قدوه لغيرك. زينه بتمنى لك من كل قلبي من كل قلبي من كل قلبي النجاح والتوفيق، وان شاء الله يا رب اسمك بيكون عالمي. وتشرفت فيكي، شكرا يا زنزون على وقتك. حبيبة قلبي يا لما، شكرا كتير كتير لإلك، أنا كتير بيشرفني أني كنت معك، وإن شاء الله تكون تجربتي هيك شيء مساعد لهالصبايا اللي صار لهم فترة هون واللي عم بيجي جديد يا رب. وإذا حدا أنا فيني ساعد لأي حدا بيحب يستفيد من خبرتي بهالموضوع بأي مجال، أنا جاهزة وفيهم يتواصلوا معي إن كان عن طريق فيسبوك أو عن طريق تليفوني الخاص، أنا جاهزة. الله يجبر بخاطرك، شكرا إليك يا زينة، وشكرا شكرا كثير لك.